في الوقت الذي يتفاقم فيه معدل بطالة الآلاف من حاملي الشهائد العليا في تونس وأمام انسداد الآفاق التشغيلية للعديد منهم، تعمل أطراف متداخلة في قطاعي التعليم العالي والتشغيل بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني على تذليل صعوبات الولوج إلى سوق الشغل. ثم التضارب من جهة عندنا اليوم أكثر من 300 ألف حامل لشهادة بطل، ومن جهة أخرى عندنا في العديد من الاختصاصات عندنا ما ثماش عروض، وقت تعمل عروض ما ثماش ما تلقاش الكفاءات اللي حاجك بهم، ولهذا لابد من التقريب ما بين الجامعة والمؤسسات من خلال المنظمات المهنية. وقع احتضان اليوم هذا بالجامعة الأورو متوسطية وبالشبكة الأورو متوسطية وبالجمعيات اللي عندها مكانتها في تونس باش إن شاء الله يندمجوا في التشغيل. وتشارك في تظاهرة يوم المؤسسات والتشغيل حول الإدماج المهني وبعث الشركات أكثر من 100 مؤسسة أغلبهم من القطاع الخاص، وذلك لمساعدة الطلبة إما على إيجاد مواطن شغل أو لإجراء تربصات تسهل إدماجهم في سوق الشغل. حطينا الوجه لوجه معناها أصحاب المؤسسات ومع طالبي الشغل، هو عبارة معناها سوق موجودة تم عرض وطلب، ومعناها ولأصحاب المؤسسات يختاروا من الناس هذونا من البروفيل اللي حاجتهم به. نبحثوا على دي سبيسياليتي معينين، ان شاء الله المنتدى هذا مش يصيروا فيه دونك عقد شراكات مع المؤسسه هذه التربويه، اللي في حد ذاتها احنا كمنظمه وطنيه لرواد الاعمال نطمحوا انه نحسنوا اكثر في نوعيه العامل اللي باش يكون صلب المؤسسه التونسيه. وقد ساهمت عقود الشراكه الممضاه بين عدد من الشركات ومن مؤسسات التعليم العالي في تحسين مناخ الاعمال امام عشرات الطلبه. ونحن قمنا كوسيط باش بعثنا السيرة الذاتية للطلبة هذوما لأصحاب المؤسسات وقاموا بالفرز الأول، ومن بعد نحن توا استدعينا الطلبة اللي قام بالقبول المبدئي نتاعهم باش توا يقوموا بالقبول النهائي من خلال أمضاء العقود للانتداب. تظاهرة يوم المؤسسات والتشغيل حول الإدماج المهني وبعث الشركات نجحت في توفير مواطن شغل جديدة لخمسين موظف من حاملي الشهائد العليا بين تونسيين وأفارقة، وذلك بإمضاء عقود شغل لمدة سنة قابلة للتجديد.